بنكفي معكم مشاهدينا مشوار برنامج صباح اليوم، وبنوصل لنحكي عن علاقات انسانيه، لنحكي عن علاقات بالشغل، لنحكي عن علاقات من نوع اخر، كلها مع رائد محسن اختصاصي بالارشاد والتوجيه الزوجي والعائلي واختصاصي بالتواصل الانساني. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك، كيفك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. دكتور رائد، اليوم رح نحكي عن تاثير ترقيه احد الموظفين على الزملاء بالعمل. صحيح. كم مرة صارت معك هلأ؟ بليز. لا بتصير. ايه؟ مفروض تصير. اوكي. مفروض تصير في ترقية. اوكي. لأحد الموظفين، إحداهن أحدهم لمركز أعلى لإدارة أو مساعدة مدير أو مديرة، بدها تصير. هلأ أوقات بيجي حدا من برا، بيكونوا فاتحين مجال لوظيفة لمنصب إداري لحدا من خارج مؤسسة. هيدي مستفزة على فكرة. ايه، خاصة ما يكون في خاصة بيكون في إمكانيات. ايه؟ صحيح، يعني بيجي حدا بقول أنا عم بعطي وعم ضحي، خاصة إذا في مضحين. هيدا قصدي. ايه، وعادة في بيكون يعني ما معقول من اصل 15 او 10 ما يكون في حدا عم بضحي. بقى في ناس بتكون ملتزمة وعندها ولاء للمؤسسة، بيجي حدا من برا. طب هلا اذا عن جد بدنا دم جديد وفي افكار جديدة، مش بس بالمقابلة بيطلعوا افكار جديدة، يعني قابلة للتطبيق وفي سجل، اوكي من برا مش غلط. هلا احنا عم نحكي لما تصير ترقية من جوا. اوكي. الترقية من جوا غالبا بيكون في اكثر من حدا، من شخص مؤهل ان يصبح في هذا المكان. ايه، هيدا ثقيلة. ايه، سائلي كمان على العبعيين، يعني هيدا قصدي. إيه، كل الناس اذا كان في مجلس اداره او في لجنه عم بتعمل المقابله مع اثنين او ثلاثه من اصل 20 من اصل 15 حسب كبر المؤسسه او القسم. نعم. بيكون في القليل عائلة اثنين من اصل ما بعرف كم واحد قدموا، بيكون في اثنين مثل ما بقول راس براس. طيب هلا بالنتيجه بدهم يختاروا حدا، يعني طبعا على اي اساس؟ ايه، تنقول انه ما في وسطات وما في وصلة خارجية. أيه. منقول انه حسب مؤهلات اختاروا فلان. طبعا في حدا بده يربح. هيدا الفلان او الفلانة لما تصير بهالموقع بدها تعرف انه عليها مسؤولية، مسؤولية استيعاب الاخرين. وانه ما بدي اسميها غيرة او حسد، لكن في ناس على الاقل اثنين ربما بيقولوا انه انا استأهل ان اكون في هذا المكان. رح يغتازوا يعني. لماذا هي ولست انا، او لماذا هو ولست انا. ايه، هلا هي لا هي غيرة ولا هي حسد، هي مقارنة. أوقات أوقات يمكن حدا منهم عندهم سنوات من الخبرة أكثر منها، لكن هالسنوات الخبرة أكثر منها ما خلتهم يتقدموا بقدر ما هي تقدمت بأقل سنوات. نعم. فلذلك هاللجنة قررت إنه تكون هي. نعم. هلا هي عليها مثل ما بقول استيعاب، يعني تعرف إنه منا غيرة ولا حسد ولا إنه يتمنوا لها الفشل، لكن بدون شوية وقت لاستيعاب انه ما انا طلعت هي. طيب يعني بس انا هون بدي اقول شغلة، انه دايما الشخص، خليني مش دايما، ما بدي عمم، ولكن الشخص يلي بيترقى من منصب لمنصب اخر يعني عادة بتحس انه كأنه ما بدي اقول كبرت الخسة، بس انه وكأنه ايه، انه في صار شوي شوفة حال على الاخرين انه والله انا اللي وصلت. ما بعرف اذا عادة او قلما، انا بحب افكر من قل ما يكون في حدا ما طلع قدم، مجرد ما حدا يفكر بهالطريقه معناتها لم تكن بقدر المسؤوليه. لانه عم فكر بالاستعلاء، بالايجو، بالانا. نعم. لا، نحن عم نقول انه استيعاب معناتها بدك تعرف انه بالعكس انت طالع من الصف مثل ما بنقول. صح. طالع من الصف، بتعرف معاناتهم، بتعرف اهدافهم، بتعرف شو كان يحبطهم وشو كان يحفزهم. معناتها بدك تاخدي هالاشياء هيدي بعين الاعتبار لحتى هودي لمصلحتك، يعني انت صرتي بل يعني هني مفروض بمكان ما بوقت ما فيما بعد رح يكونوا ممنونين انه حدا منهم طلع، وخاصة لما يعرفوا انه انت عم تهتمي بالشؤون اللي هني كانوا يعينوا فيها، ونفس الوقت غير الهم والشؤون والمشاكل انه تقدري انك توضعي خططهم وافكارهم موقع التنفيذ. اوكي. يعني لانه هودي الكل عنده افكار. طبعا. طب ما انت بتعرفينا وبتعرفي مين مبدع بيناتنا، هيدا بخليهم يعرفوا انه استوعبتنا وانه كانت هي خرجت. النتيجه بده يوصل لوقت خلال اشهر يمكن. لا طبعا اكيد. انه طيب اذا مش هي انا، لكن نفس الوقت أكيد. لو كنت انا كان هي بدها تكون نفس الشيء. اكيد. بدهم يكونوا هلا في ناس غريبه بيفكروا بالاستقالة. هذا خطأ، يعني بتكون لا بتكون تعطوا الاشياء وقتها لحتى تقدر العشرة تشوفي انه هل هي مستبدة، هي جاي تفقر من ما بعرف شو كان، يعني ما كانت خارج تكون بهالموقع. طبعا. لكن اذا اعطيته الوقت رح تحسوا انه على امل، خاصة اذا حدا مثلا نقول من الصف
معناتها تكون وضعكم النفسي، لأن وضع النفسي للبيئة العملية كتير مهم. فإذا وضع النفسي صار أفضل، يعني صحيح. الواحد بفكر إنه يلا اليوم عندي شغل أو اليوم عندنا كذا بالشغل، بطريقة الصبح لما عند الاستيقاظ هل هو في امتحان بالمدرسة ومش دارس هذا الشعور أو لا أنا دارس ومتأكد من الامتحان طبعا. نفس هذه هي ذات الاستيقاظ صباحا عندنا، وبتصير بالمدارس كمان، يعني لما يكون في منسق كوردينيتر للانجليش للماده الانجليزيه، منسق للرياضيات، مين منسقه الماده الفيزياء، في منسق وفي هالمنسقه ومنسق عنده كمان ثلاثه او اربع معلمات او اكثر او معلمين، بقى لايف ليه فلان منسق، علما انه يمكن اوقات بعض المدارس واكثرها ما بيطلع فيها مدخول زياده، فيها مسؤوليه زياده طبعا. لكن المسؤوليه الناس اوقات مش لانه بتحب المسؤوليه، لان كمان عندها افكار كيف تعمل تنسيق لهالماده الرياضيات للفئه الصفوف المتوسطه او الثانويه او الى اخره. فحتى المدارس موجوده وين ما كان موجود، بالمعامل المصانع موجوده، بالمصارف قطاع المصرفي موجوده، صحيح. مؤسسات الماليه وغيرها، فاذا موجوده وين ما كان، الواحد بده يعرف انه مثل ما انا مهتم في غيري مهتم، يعني مثل ما انا عندي فكره معينه، وقت بنقول انه مثل ما انت مفكر تكتب كتاب موضوع معين، في غيرك عم بفكر كمان نفس الموضوع تكتب كتاب، فاذا عند الكتاب بقول فلان سبقني انه كتب كتاب كانت هاي الفكره جي. طيب اوكي هون نفس الشيء، مثل ما انت فكر تكون بمركز الإدارة، في غيرك عم فكر يكون مركز إدارة، صحيح. مثل ما أنت تهيئ نفسك وتعمل جاهدا لحتى تصير سيرتك الذاتية مهمة، غيرك كمان عم يعمل نفس الشيء. هلا ما حدا بيحكي فيها ويمكن حدا يحكي فيها، فهيدي مسألة إنسانية وظيفية، مش غلط الواحد إذا كان موضوع الاستقالة، لأنه حكينا عنه إنه إذا أنا هدفي بالحياة إنه صير مدير وحاطت لعمري لحالي سن معين، عمر معين أن أصبح فيه مديرة أو مدير بهالمكان اللي أنا أعمل فيه، وصارت فلاني وبعرف أنه ما عنده أي نية للمغادرة، نعم، وما زالت بعمر بعيد عن التقاعد، معناتها هون بفكر أنا باستقالي، لأنه حسيت حالي صرت أسير محزم أو أسير أنا الوظيفة وعندي إمكانيات أكثر، مش غلط، بس ألا تكون الاستقالة ردة فعل أو لأنه سببها أنه في شخص ترقى. هل لما أحد الأشخاص يترقى دكتور رائد ممكن يكون خليني أقول بفترة تجربة، خليني أقول عطينه 3-4 أشهر مثل كل الشركات، يعني بفتكر بتعمل هيك وبعدين ألاقوا أنه ليس هو الشخص المناسب، هل بيردوا موظف؟ هلا هيدي هون حسب الشركات، هي 3 أشهر المدة، صح، فيها تكون بالكونترا بالعقد، صح، أنه 3 أشهر تجربة. هلا 3 أشهر تجربة ولم ينفع أو لا تنفع، لم تنفع، برجع بصير موظف، لكن هل هي بتقبل ترجع موظف؟ عادة بصير هيك، مش عادة، يعني بعض الأحيان ببعض الأوقات إيه؟ لما ما ينفع أو ما تنفع مش دايما يعني. بصير هيك، بيرجع أو بكونوا مهيئين، يعني 3 أشهر قابلة للتمديد، لأنه هي 3 أشهر حسب القانون قابلة للتمديد بالاتفاق بين الطرفين أنه كمان تجربة. هيدي الفترة بتكون ضمنا معروفة كانت استقالت وذهبت إلى مكان آخر، لأنه أوكي. يمكن هي مثل ما منقول بالدارج ما بتحط واطي على حالة أنه ترجع لا تتقبل أن تعود إلى مكانت عليه، إيه بصير هيك، بتصير هيك مزبوط بشي. شو لكن إذا كان واحد صار في خيبة أمل، خيبت لنا أملنا كلجنة أو كإدارة أو مجلس إدارة أنه أنت تكوني بهالمستوى هيدي وما كنت، طب شو بنعمل؟ يعني مش مجبورين أنه، لأن لو جبنا حدا من برا كان بده يكون في 3 شهور. صحيح صحيح. طيب اليوم هل الزملاء بهيدا الوضع، خليني أقول يلي عندهم، ما بدي أقول غيرة، أو يلي عندهم هي سيئة إنه ما بدهم يكونوا مساندين لهالشخص يلي إجا على الإدارة، هل بيقدروا يتصرفوا إنه مثلا ما يقدموا فايلاتهم على الوقت، ما يعملوا الشغل مثل ما لازم، تيسودوا له وجهه أو تيسودوا له وجهه للشخص اللي عدم التعاون مع الإدارة الجديدة أو مع مديرة جديدة؟ هون مثل ما هي عم تعمل على استيعابهم، هون بدها تعمل على استيعابهم بطريقه انه تحسبهم كما يجب ان يحاسبوا، انه او اذا بتعرفهم وبتعرف انه فلان لانه عنده اياها مشكله، لانه انا بصير في مصارحه، ما غلط بصير في مصارحه. هون بتجي احدى مهارات اللي هن عينوها لاجلها، اللي هي التواصل كوميونيكيشن. بده يكون باستطاعتك انك تستوعبي اللي حب انه انت وبركلك من كل قلبه او قلبها انه انت صرتي مركز مسؤولية، وبدك تستوعبي مين اللي على مضض ومين اللي ما 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 قال لك مبروك حتى، أوكي. او مين اللي عم مثل ما بتحكي بالدارج كمان بفخت بقراراتك ولا يلبي الطلبات. هيدا بدك كمان، عم نحكي عن سياسة الاستيعاب،
انه فيك تاخذي طبعا اجراءات القانونيه بالانذار وورنينج، وفيك تجي تقولي ليه ما انت حصل لما تعرفه او تعرفها انه عندها سجل من الانجاز. هلا ليه ما في انجاز؟ معني طمنا كثير قدرت تهضم مسألة أنه أنا صرت مركز الإداري هنا. نعم يعني بكل الأحوال دكتور رائد اللي بستشفه هون هي موضوع التواصل. أيوة. يعني كيف بده يتم التواصل مع هالأفراد كلها، مع كل الزملاء سواء اللي ترقى أو اللي ما ترقى، حتى الإدارة يعني كمان لازم يكون عندها تدخلات ببعض الأوقات لتمنع حدوث أي مشكل، أو يمكن لتقول خلص هيدا قرار النهائي وأنتوا لازم تقبلوا فيه، يعني بما معناه هيك أوقات كتير بتعمل الشركات يعني. فهيدا هي العلاقات الإنسانية والتواصل الإنسانية اللي حضرتك كمان اختصاصي فيها. شكرا كتير لك دكتور رائد، أهلا وسهلا.